صراحة بتعملوا مسؤوليتكم أن أعماكم ويوقفكم ونحترمكم ونقدركم، ومش نجيكم كرئيس نقعمل أعماكم وناكل أعماكم ونشر الرأس، لكن كم وقفتوا لهم سدين والكثير والكثير من المرض راهو، لكن اللخبطة والسرقة والبزنسة اللي في الدواء واللي في المعدات واللي في الواحد هذا لازم يقف. ما نتهمش في حد، ولكن مانيش مبري حد حتى هو في نفس الوقت. هذا ناسكم يا أهلي، وهذه أمهلكم، وهذه أبهاتكم وأمهاتكم، غير اللي فالح واحد منكم يمرض بوه والله يعني كان يمرض أخوي بنعد يفكر وين بعالجة في ألمانيا ولا داتني اللي ياخدوا في عمليات واحدة بس فقط بالثلاثين أربعين خمسين ألفين. والبزنس حتى اللي صارت بين وزارة الصحة أو المؤسسات الصحية مع القطاع الخاص حتى في العيادات العلاج اللي في الداخل هذا، هذا كربت السرقة عيني عيني. خلي ما عدا القليل.